عليكم كلاس فورث السابع، اليوم معنا أول درس مادة العلوم. ممكن تفتحوا الكتاب صفحة 21، رح نبلش الدرس إزاي تكنولوجيا لارن، يعني تكنولوجيا الفضاء. إزاي جوزلما لارن كيش مشي تاريخ ونجسي جالرة قدر وزمر، يعني عبرنا هون إزاي هو الفضاء جوزلما لارن مشاهدات كيش مشي تاريخ أو ماضي. تاريخ يعني تاريخ نفسه، أنجس قبل جالرة عصور، وزنر تمتد يعني تمتد عنا، تمتد مشاهدات الفضاء لما قبل التاريخ. وزمان لار تشبلا كوزلا يقلا بو كوزلا ملار لار ون يدنجي يوزيلدا تلسكوبون إيجاد إلى بيوك هز كزاندي. او زمانلار في هذاك الوقت تشبلا كوزلا بالعين مجردة يقلان المعمولة بو جوزلمالار المشاهدات اون يدنجي يوزيلدا، يعني القرن السبعتاش تلسكوب نفسه التلسكوب إيجاد اكتشاف إلى بيوك هز كازاندو، يعني أضافت سرعة كبيرة لهذه المشاهدات. يعني في ذلك الزمان المشاهدات التي كنا نقوم بها عن طريق العين المجردة بعد اكتشاف التلسكوب في القرن السابع عشر أضافت سرعة كبيرة لهذه المشاهدات. وزاد araştırmalarında teleskobun kullanmayı başlamasından sonra yeni yıldızlar, galaksiler keşfedildi ve incelendi. Uzay fada araştırmalarında abhaf-ı fada teleskop nefsi kullanmayı ve istihdam başlamasında bede sonra بعد يني يلدزلر نجوم جديدة يلكسلر مجرات كشف دلدة اكتشافها وعين جلاندة، يعني تم تدقيق فيها. يعني بعد استخدام التلسكوب في أبحاث الفضاء تم الكشف عن نجوم جديدة ومجرات جديدة وتم فحصها. Teknolojinin ilerlemesi ile uzay araştırmaları uzaydan yapılmaya başlandı. Teknoloji ilerlemesi takaddum. Uzay araştırmaları ebhâs-ül fada uzaydan minel fada yapılmaya başlandı. Yani bedaet. Yani ba'de takaddum teknoloji ebhâs-ül fada bedaet تعمل من الفضاء. Bu gelişmelerle beraber uzay araştırmaları için uzay reaktörü, uzay mekiği, uzay sondası gibi birçok teknoloji araç üretildi. Yani بعد هذه التطورات bu gelişmeler gibi tatavurat araştırmalardan ve ebhaf uzay reaktörü yani sarık fadai uzay mekiği yani makuk fadai, uzay sondası misbar fadai gibi birçok kefir araç üretildi, yani vasat sunuat. بعد هذه التقدمات بعد هذا التقدم الكبير راح من أجل بعد هذا التقدم الكبير من أجل أبحاث الفضاء تم صنع صاروخ فضائي وصور فضائي والمكوك الفضائي والمسامير الفضائي وغيرها من التكنولوجيا بدأت صناعتها. Uzay istasyonu dünya yörgesinde buluşan büyük uzay araçlardır. Yani uzay istasyonu hem hatta fadai dünya yörgesinde manahım ala medar الأرض دلشانا على بدور يوك كبير وزار فضاء أراج بسيطة أنا تحين عنا وزار استاسنة هي بسيطة كبيرة تدور على مدار الأرض إتشندا أستروتونلار من يشابي لجاي بير أورتام بلونور، يعني إتشندا قلبها أستروت
لارن يعني رجال فضاء يا شباب اللي جاية، يعني ممكن نعيش أن يعيش بير أردن وسط ونور يوجد، معناها في هذه المحطات قلبها ممكن يوجد وسط يمكن لرجال الفضاء أن يعيشوا به. بيرتشوك بلم ضلة إتشين وزادا زايدة لابارتوار ومرات كل نور، يعني بيقولنا نحن بيرتشوك بلم ضلة بيرتشوك الكثير من أقسام العلم من أجل أقسام العلم إتشين أجل وزايدة في الفضاء لابارتوار مخبر ومرات على شكل مستخدم، معناتها نحن يستخدم يستخدم لب يستخدم مخابر الفضاء أجل الكثير من أقسام العلم. هو استاسيون لار دني فاراشتن ما أزايدا يابل مصنع إن كان صالر بو استاسيون هذه المحطات دني تجارب فاراشتن ما أبحاث أزايدا من الفضاء يابل مصنع معملها إن كان نفسه صالر تؤمن، يعني هذه المحطات تؤمن عمل التجارب يا بالمصر التجارب والأبحاث من الفضاء بنمزدا وزايدا كي إن أونيملا استاسيونو أو لوسايلا رارس وزاي استاسيونو دور، يعني في أيام في يوم من هذه بنمزدا وزايدا كي الفضاء إن أونيملا أهم محطة استاسيونو وصيلار أرس دولي زاي استاسيونو محطة الفضاء الدولي، يعني قلنا في يومية من هذه أهم محطة فضاء هي محطة الفضاء الدولي. بيرتشو الكنن أورتاق شالس مص سنوجو يطمى تمام لامش أولان أولوسايلار أرس وزاي استاسيونو دونوزدا غوربنا دوام اتمكتدر، يعني احنا بيرتشوك الكثير من الكامل والكي دولة ورطة مشترك شلشنا سنجو نتيجة أبحاث عمل موحد بين الدول تعمل مش تمت وضع الرسالة الرسية محطة الفضاء الدولي بنمزدا يومنا هذا تعمل دوام متمكدر تعمل بوظيفتها لليوم، يعني بيقولنا الكثير من الدول بعد عمل مشترك عملت هذه المحطة وإلى اليوم تعمل هذه المحطة. اليوم هلا أهم شيء عنا في هاي الفقرة إنه هوني دنجيز يلدى تلسكوب إيجاد يلدى، هاي أهم عنا الشيء في عنا وزاي استاسيون اشياء دنيا يورغسندا دولشان بيوك وزاي اراشلارد بنومزدا وزاي داكي ان اونامل استاسيون وزايلار ارسل وزاي استاسيون مهم يكون شارك كمان تاني ممكن نرفع ممكن نقرأها، يعني انو عمل يتشوك بلمدام birçok bilim dalı için uzay laboratuvar olarak kullanılır. Efendim şey anne kadar kısım. Uzay roketi uç kısmı uçuşu kolaylaştıracak şekilde yapılmıştır. Yakıt motor egzozdan oluşan silindir şeklinde araçlardır. Yani bunun ha uzay roketi yani sarı fadai roketler savarih uç kısmı mekan tayaran uçuşu tayaran kolaylaştıracak teshil şekilde yapılmıştır. Ala şekil sehille tayaran yakıt vuhud motor ve motor nafsu medhane oluşan silindir şeklinde ala şekil ıstıvani, yani aygulina hon الصواريخ صممت على شكل يسهل لها الطيران مكون من الوقود الموتور والمدخنة وهي على شكل اسطوانة وزاي اويدو فيا وزاي اراجي يولمك تشين كولانر، يعني من اجل وزاي اويدو يعني اقمار صناعي وزاي اراجي مركز فضائي
kullanmak personel için acil kullanmak tustakdım. Yani tustakdım. وزارة كتب تستخدم من أجل إرسال المركبات الفضائية، المركبات الفضائية وزي الأراجل والأقمار الصناعي وزي المدن. يكتلر تاشان دكلري يكتن يانması sonucu oluşan gazı itme kuvvetiyle havalanır. Taşındıkları yani تحمل الصواريخ روكتلر يكت معناها هي الوقود يعني مص احتراق سنجو نتيجة علشان غاز، علشان غاز هو غاز متكون اتما قوته يعني قوة الدفع هو ضمن تطير. معناها صار عنا الصواريخ بسبب احتراق الوقود الذي يحمله التي تحمله الذي ينتج عنه غاز عن طريق قوة الدفع الذي ينتج اللي ينتج الغاز هي بتطير. 1950'lerinden sonra raketlerle uzaya gönderilen araç sayesinde uzay araştırmalarında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Yani ürünün بعد عام 1950 sonra raketlerle tarih uzay gönderilen araçlar uzay طبعا فضاء هو جندرلان المرسلي أراج مركبات سايسندا بفضل وزاي أراشتر مالارندا يعني أبحاث الفضاء بيوك إلى لما يعني بيوك إلى لما تقدم كبير قاد المشتر تم تسجيل يعني بعد عام 1950 بسبب فضل المراكب التي بعثت مع الصواريخ الفضائية تقدم معنا سجل تقدم كبير في أبحاث الفضاء. أوزاي ميكي دنيا إلى أوزاي استاسيونلاري arasında astronotların gidip gelmesi sağlayan ve tekrar kullanılabilir şeklinde üretilen araçtır. Yani يقولون هون dünya zaten uzay istasyonları yani محطات فضائية arasında ve astronotların rical fada gidip gelmesi zehabın iyabın sağlayan gidip zehab gelmesi yer sağlayan daimi ve müsaidi ve tekrar kullanılabilir yani kullanabilir yani mümkün عادي استخدامه تكرار عادي kullanılabilir yani mümkün istihdama şeklinde üretilen musanna araçlardır vasıta. Yani bilin ne hum. Mekuk الفضائي هو عبارة عن واسطة صنعت على أساس أنها ممكن نستخدمها من أول مرة ثانية وتسمح بتنقل رجال الفضاء بين الأرض والمحطات الفضائية. وزي روكتلرين زادج في دفع kullanmasıyla uzay reaktörlerinin sadece bir defa kullanılması maliyetinin yükselmesine ne ve zaman kaybına sebep olurdu. Bulunduğu uzay reaktörleri yani reaktörlerin yani hinni sıvarı fadai sadece bir defa kullanılması yani anlatı sıkıntı fakat marra vahidi bir defa marra kullanması istihdam maliyetin yani sar ve sar yükselmesi irtifa ve zaman kaybına sebep oldu yani zaman hızı kaybını daya sebep oldu yani annen hani sart ana cümle الصواريخ الفضائية بسبب انه هي تستخدم مره واحده صار عندنا ارتفاع بالسعر و ضياع في الوقت. دي insanları roket gibi havalanan ve uçak gibi iniş yapılan tekrar kullanabilen bir araç ihtiyacı duydu. Yani bilinmez. Bilim insanlar hani ulema roket yani هو صاروخ مثل الصاروخ havalanan gibi yani مثل havalanan yani بيطير
وتشاب كبين مثل الطائرة. إنش يابلان، إنش يابلان هو هبوط، يابلان يستطيع أن يعمل هبوط. تكرار كلنا بلان ممكن نرجع نستخدمه مرة ثانية. بير أراج يعني مثل واسطة، احتياج نفسه، دولار يعني أرادوا، يعني العلماء أرادوا واسطة أو يعني مثل مركبة ممكن تطير مثل الصاروخ، ركب كبير جام أو هوالنان، وشاب كبير مثل الطائرة، تعمل هبوط مثل الطائرة. ممكن تستخدم مرة ثانية بو احتياج إلك أوزاي ميكاي أوريت المسيلة كارشلان مش هولدو، كارشلان مش هولدو بو احتياج هذا يعني الاحتياج أول إلك أول أوزاي ميكاي يعني ملكوك فضائي أوريت المسيلة تصنيعها كارشلان شنوصي يعني وضعه أوض يعني نحن أول بسبب هذا الاحتياج اللي شافوه إنه نستخدم طائرة معربة ومركبة تطير مثل الصاروخ وتعمل هبوط مثل الطائرة وتستخدم أكثر من مرة. هذا الاحتياج يعني أول شيء ملأه هو المكوك الفضائي. الكوزاي مكي بين دوكوز سكسان بير يلنبا كل مصيلة يكسك مالياته ذا زمان كايبنا ونا جيتشلد يعني بيقولنا هون أول مكوك فضائي استخدم في عام وزاي مكي يعني أول مكوك فضائي عام 1981 كل مصيلة بسبب استخدامه يكسك مالياتلرن يعني ارتفاع السعر ذا زمان كايبنا ونا جيتشلد يعني ما سبب هذا وناجي جلدي يعني وقفت أو منعت يعني صار عنا نحن بسبب استخدام أول مكوك فضائي عام 1981 نحن وقفنا قدام ارتفاع السعر وضيع الوقت اللي كان يسببوه عنا الصاروخ الفضائي. الأوزامك هي كولومبيا أظن تاشيوردو يعني عنا أول مكوك فضائي كان اسمه كولومبيا. خلينا نشوف الأشياء المهمة. عنا أزارك لاري وجو كسمة وجو شوكولا إلى درجة بشكل دا يبلمش بيكت موتور إكزودان دان ولشان سلندر شكل دا أراش فتر. هاي كتير مهمة عنا يا روكت لارين تاشندك يكت يامسس نجو ولشان غازن يتم قوتي لها ولانر. هاي كتير مهمة عنا أزاي مكي هاي كمان كتير مهم عنا هون دنيا إلى وزاي استاسيون أرسندكي أسترون لارن جديد قال مثلا زاليان بتكرار كلنا بي كلنا لا بيلر شكل ده وروتيلان أرسطر هاي كتير مهم عنا لها عنا إلك وزاي مكي1981 yılında karşı kullanması yüksek maliyetin ve sanmın her ahım şey anı enu sağol mekup fadayı ağam etkisani vahı utmeni ve ismi Kolombiya. Hala anna uzay sondaları uzay boşluğunda dolaşarak uzay araştırmalar için bilimsel veriler toplayan أراج وزاي ساندوسو لنر هنا بيقولون إحنا مسبار فضائي وزاي سندلا وزاي بوشلونة يعني على الفراغ الفضاء بدور أطوال بلا شارك يعني بدور وزاي أراج تلمالار أبحاث فضاء من أجل بالمثال علمي فيريلار معلومات فيرين معلومات وطيان بيجمع أراج ومركبة وزاي سوندس يعني مسبار تنر يعني نقول أو نقول لما نسميه يعني نحن مسبار فضائي هو
عربة أو مركبة تدور في فراغ الفضاء، ومن أجل تجمع معلومات من أجل علمية من أجل أبحاث الفضاء. بو سندلار كوك جسم لارنا يده، وزاي بوشلونة جوندرلان، هاي احنا نسمي هاي المسابير ترسل ترسل على الأجرام، يا أما بتضل بالفضاء بالفراغ الفضاء. وزاي سوندلارندا أسترون بلوماس، يعني نحن في المسابير الفضائي ما بلوماس ما بنوجد ما بنلاقي رجال فضاء. وزرندكي جهاز كولونارك جازيجان takım yıldızlar ve diğer büyük cisimler hakkında verileri toplar. Yani hemenle sebep el eçhizi üzerindeki kumpa cihazlar eçhizi kullanarak müstakilimi gezegen ve ülke vakit takım yıldızlar mecmuat şemsi ve mecmuat nücum ve diğer büyük cisimleri ecram ve veyran ecram hakkında يعني عنها فيريلار توبلانر، يعني تجمع معلومات تطلار. يعني هلا نحن سبب الأجهزة الموجودة على مسبار الفضاء من هو رح تجمع معلومات عن الكواكب وعن النجوم عن نجوم وغيرها من الأجرام، رح تجمع معلومات. بو فيريلار üzerinde çalışması için dünyaya gönderil هذه المعلومات bu verilere، yani هذه المعلومات üzerinde فوق çalışması yani اشتغل عليها dünyaya gönderil تُرسل إلى الأرض gönderil تُرسل دنيا الأرض. هلأ رح نحكي شو أهم شيء عنا أول شيء رح نقول أول شيء أوزاي عن طبعا تعرف كثير منهم أوزاي وشلون ده دولاشارك أوزاي أراشتمالاري إتشين بالمثال فيريلار توبلايان أراج أوزاي سوندسي دنر بو سوندولار كوك جسمنا أهم مهمة عنياهم أوزرلارندكي جهاز كولانارك جزيكانلار takım yıldızlar ve diğer büyük cisimleri hakkında veri toplanır. Anneho uzay sondalarında astronot bulunmaz. Yine bir sorun anne. Cevaba ihtim. Hal ezin hne karanla bin. Tlatı. Yani hne uzay son uzay sondaları anne uzay mühi uzay rökte. هلا إذا قارنا بيناتهم ثلاثتهم، لأن ثلاثتهم مراكب بتوع الفضاء. هلا عنا الركضة حسب ما فهمنا مثلا هي رح تطير أول شيء رح تطير عن طريق انفجار اليقط، عن طريق احتراق اليقط رح تطير، معنتها رح توصل وقت بدها توصل على الفضاء ما رح يكون معها مثل وقود لحتى تكمل طيران، هي رح تطير في الفضاء وخلاص. ما راح تضل موجودة، راح تنفقد في الفضاء. معناتها احنا ما بنحسن نرسل رجال فضاء مع هاي العربات لأنه راح تنفقد في الفضاء، بالتالي رجال الفضاء ما بيحسن يرجعوا لعنا. روكتلار تاشندك مثل ما هون قلنا تاشندكلار ياكتن يامس سونج وشان غازن يتم يكوباتيلا هوا لنر، يعني مثل ما هون شايفين ما راح عن طريق الوقود بس راح نستخدمه من أجل الطيران، معناتها هي ما راح ممكن مستحيل نحسن نرجع ما ممكن ترجع. هلا هي ممكن بس تحمل الأقمار الصناعي زي أويدو غايا وزي أراجي، والله ما كتشن كولونر يعني بس تبعد بس أما مستحيل حتى ترجع على الأرض. هلا عنا الأوزاي ميكي يعني المكوك الفضاء، إيش عنا هو ولو ليش بيستخدم بس للانتقال لحتى ينتقلوا رجال الفضاء بين دنيا و دنيا إلى أوزاي ستاسيون لاري، يعني رح تنتقل من بين الأرض والمحطة الفضاء. هذول هاي أهمية الوزاي الميكي. هلا وزاي سوندالاري هذا أهم شيء عندنا،
وفي عنا كمان شغلة مهمة عند الأوزايمر، هي تكرار قضانا بلا لر، لأنه هي بنرجع الأرض نحن نحس نستخدم أول جديد، أما الروكتة ما نحس نستخدمه لأنه أصلا ما بيرجع الأرض. وزي سوندا عنا نستخدمه بس للأبحاث، وزي عرشت المرأة إتشين كلهم بلمس إتشين بلمسار بلللار طبيان عرشت، بس نستخدم للأبحاث ما نحس. وزي سوندولارين وأسترونت والماس يعني ما بنلاقي نحن رجال فضاء على هذا على مركبة على المسبار الفضائي، ممكن توقف يعني ممكن هي تهبط على الكواكب مثلا، تهبط على القمر تجمع معلومات عن طبيعة القمر عن أي شيء، أو ما بتحمل مع رجال فضاء. وزاي تلسكوبو، وزاي تلسكوبو يير يوزندكي تلسكوبلاردان داها أوزاك مسافرلاري gösterebilen uzayda belli bir yörgende dolaşan güçlü gözlem araçlarıdır. Anne hoşuna bir uzay teleskobu huve teleskobu fada yeryüzündeki yani ala sathal arad sathal arad teleskoblardan teleskobat daha uzak daha uzak مسافلاري يعني مع مسافة يعني معناتها مسافة وسترى بلان يعني ممكن إظهاره يستطيع إظهاره وزايدة بلي بير يرجون يرنجو يعني مسار مدوشان يدور بيشلو قوي جزلان مراقب أراج لاردر يعني مركبة معناتها نحن صار عنا تلسكوب أدوات مراقبة قوي أقوى من التلسكوب اللي بيكون موجودة على الأرض. بنفس الوقت ممكن نشوف لمناطق لمحلات أبعد يعني لمناطق أعمق من التلسكوبات موجودة على الأرض. وزاي تلسكوب لري وزاي تلسكوب لري وزاي ميكية دا وزاي ريكتو لردميلا يورجانيا يرلشتريلر يعني عنا تلسكوب الفضائي عن طريق استخدام المكوك الفضائي وزي ما يدا يا أما الصاروخ الفضائي ممكن نحن بلشتري يعني يوضع يرجي مسار يرجي دنيا دكي ولمسوز هوا شارتلارندان وشهرلاردكي إشك كرلندان إتكلام مدان دورو دورودان أزايي غوزلمالي sağlayan teleskoplardır. Tamam. Dünyadaki ha olumsuz hava şartları, olumsuz seyyiye hava şartları, ecva zorufu cevvi, hava cev, yüce manat cev, şartları zoruf, ve şehirdeki, şehirlerdeki, valmudun, telebu, ışık, dal, kirlendiğinden, يعني من تلوث اتكلام مدى بدون تأثير دوردان يعني فورا مباشرة وزي جوز لمي يعني مراقبة صاليان مساعد تلسكوب لاردر يعني تلسكوب نفسه هابط وزي تلسكوبو وزي يدز لري جالكسي لري كشف تمكتين yörüngeye yerleştirilmiştir. Yani bu bununla nahn hon. Avalan hayl cümle tercüme yapma. Anne teleskop hinne mümkün ya yصوره. يصوره بدون ما ممكن يصور الأرض بدون ما يتأثروا بالظروف الجوية السيئة ولا تتلوث الضوء في المدن. ممكن يصوره هابل وزاي تلسكوبو هاي يعني عنا التلسكوب هابل الفضاء عنا وزاي يلدزلار نجوم جالكسيلار المجرات كشف تمكتشن من أجل اكتشاف رونجا يعني مسار يلي اشتري المشتر يعني ثبت يعني معناها عنا التلسكوب هابل ثبت في مساره من أجل اكتشاف الفضاء والأقمار والمجرات.
هابل وزي تلسكوب لارن إن بيودر يقولون عنا هون هابل هو وزاي تلسكوب لارن يعني تلسكوب فضائي إن بيودر يعني أكبر تلسكوبات فضائية. وزاي ده çok sayıda keşfe imza atan Hubble teleskobunu çıktığı uzay fotoğraflarını adını dünyaya duyurmuştur. Duyurmuştur yani abi bu ne hon? Uzayda yani fıfada çok sayıda adet kebir keşfe yani iktişafe imza atan yani mitil sıcret bir ismi. هابل تلسكوب نفسه يعني هو هابل جكتي وزاي يعني صور الصورة أظن دول مشتر يعني العالم كله عرفته يعني بسبب الاكتشافات الكبيرة اللي حققها هابل تلسكوب والصور الصورة كل العالم صار تسمع باسمه. هنا يباي أويدو هو معناها القمر الصناعي جونيش سيستمندكي جزاجانلارن kendileri ile birlikte hareket eden doğal uydular vardır. Yani fi anne akmar ablenahum güneş sistemindeki fi azam şemsi gezegenler kovatip kendiyle ma nefse birlikte ma hareket tarraku eden doğal uydular vardır. Yani fi anne akmar tutarrak ma kovakba bir şekil tabiye fi mazum şemsi. Örneğin dünyanın doğal uydusu Ay'dır. Örneğin misal هو عنا احنا القمر الطبيعي الموجود هو عنا هو القمر هو بيدور حول الشمس حول الأرض عفوا. Doğal uydular dışında ulusal ve uluslararası arası iletişim kolaylaştırmak uzay araştırmalarına yardımcı olmak amacıyla İnsan ile yapılmış uydular da vardır. Yani bu ne o? Harç akmar mevcudu. Tabii anne. Min ajel tesil ittisar iletişim bin. Ulusayı yani vatanı duvalı يعني داخل القطر يعني مثلا داخل تركيا أو أولوسيلا الرسائل يعني بين تركيا وداخل العالم مثلا عنا وزاي أرشت الملايين يعني أبحاث الفضاء يردن جي أمك أماجيلا يعني مش أماجيلا معناها بهدف يعني عنا صار عنا هو إنسان قليلة يقوم مش يعني الإنسان هو صنع أقمار ودو واردر يعني على عنا هاي تجيب الترجمة عنا خارج نطاق الأقمار الطبيعي عنا أقمار تستخدم من أجل تسهيل الاتصالات الدولي والداخلي ومن أجل الأبحاث العلمية أبحاث الفضاء عنا أقمار صنعت بيد الإنسان بو أويدو لارا أباي أويدو أدو بريلر يعني أقمار صناعي يباي صناعي ülkemizde dahil birçok ülkenin dünyaya yörüngesinde dolaşan yapay uydular vardı. Yani anne بيقول ülkemizde devletine dahil hatta devletine ülke yani bizim هون ülkelerin dünyaya yörüngesinde yani على مسار الأرض dolaşan yedur yapay uyduları vardır. Yani hani harç devletine ve bakı gayrına gayrına min duvar mevcut عندها akmar sınayı tedur ala mesar الارض. الأخير نشوف الجملة المهمة عنا أول شيء التاريخ طبعا مهم uzay teleskobu yeryüzündeki teleskoplardan daha uzak mesafeleri gösterebilen uzayda belli bir yörgede ulaşan güçlü gözlem araçlardır. Yani hayır mühim anne ya. Anne lazım nahfız Hubble uzay teleskobu. Hadi kutu mühim.
dünyadaki olumsuz hava şartları ve şehirlerdeki kırılımdan etkilenmeyen doğrudan uzayı gözlemeyi sağlayan teleskoplardır. Yapay hanedanlar, yapay uydu aşırı tarifi, doğal olaylardan dışındaki ulusallar iletişim, ulusal ve ulusallar arası iletişim kolaylaştırmak, uzay araştırmalar yardımcı almak amacıyla insan eline yapılmış uydular hadi hani tarif muhum. Anne bas anne doğal uydu, hu doğal uydusu anne misal anno هو قمر. هلا رح نحكي عن الأويدوس الموجودين في تركيا. الأويدو أول شيء تركيا وزاي فيلسو، فيلسو هو أسطور وزاي مع تقضى عنا هون تركيا وزايدا وش هبارلاشما أويدوسو وش غزلان ذا إيش فيلسو olmak üzere toplam 6 tane aktif ordusu bulunmaktadır. أنا بقول إنهم أنا في تركيا ثلاث أقمار صناعي هدفها الاتصالات وثلاث أقمار صناعي هدفها المراقبة والكشف طبلام يعني مجموعة ستة أعطي تانا يعني ستة ست وحدات تانا وحدة أكتف يعني شغالة يعني لحد الآن شغالة ودسو قمر صناعي وما تقدر يعني موجودة يعني تركيا عندها ثلاث أقمار صناعي هدف الاتصالات ثلاثة هدف مراقب والاستكشاف المجموع هو ست أقمار صناعي أكتيف يعني هلأ شغال ده هونجا وزايا غندرلان أوتش هبارلاشما أودسو أودسو إلى بير غزلام أودسو أمورونو تماما مش دورم ده يعني بقولوا نحن عنا ده هونجا قبل هلأ gönderilen mursali uç cana yani tlet haberleşme uydusu yani عندهم tlet var sınai هذا في الاتصال كان مبعوث من قبل إلى بير جوزلام أودسو عنا بير يعني وحدة لهدف المراقبة عمرونه تماما مش يعني تأتمت عمره يعني وقفت لما يكتب ممكن يسألكم ياها ممكن يقولكم بسيف معناها كمان بسيف معناها وقفت عن العمل يعني عنا هلأ تركيا عندها ثلاثة خبر لاشمة ودسو شغالة وثلاثة بهدف المراقبة والكشف وثلاثة من قبل كانوا موجودين بهدف الاتصالات وواحد كان هدف المراقبة كان موجود من قبل تركيا وزاي فيلسو أولوشان أولدولار وغوريبلاي أشارة غير المشتر يعني قلنا نحن الأسطول التركي أسطول الفضاء التركي موجود الأقمار الصناعية المؤلف منه ودوشان ودوس لارا وغوري بلاري أشياء ده غير مشكلة معطاي من تحت مشروحة تحت عنا تركسات عنا ثلاثة أو ومش هزيران كيبين أمسيكيز دارن هندا فرانسيز غويناس سندا يير ألان وزاي مركزيندا وزاي فرلاتلدو يعني عم بيقول انها فرلت الضوء معناها قذف عنا وزاي مركزنا مركز الفضاء مركز الفضاء اسمه فرانسيس وناس عنا بهذا التاريخ 13 حزيران 2008 تركسات وش آ ويسو هبلش ما في تي في يايانلاري için kullanmaktadır يعني هذا تي في يايانلاري يعني أجل نشر التلفزيوني والخبر لاشما الاتصالات كل ما تريد استخدم يعني استخدمه تركسات ثلاثة آه هو أجل الخبر لاشما مستخدم تركسات وش آه أو دسو إلى الكيميز ده ألت يبدو إكسيلي و جغرافية كشلري ندلينة تليفون و إنترنت إرشيمي olmayan bölgelere uydu üzerinden telefon ve internet hizmeti verilmektedir. Yani ne nehne Türksat ülkemizde bir devletin altyapı خامة الدولة إكسي نقص ve coğrafi koşulları ve şurutu coğrafi nedenleri nedeniyle sebep
تليفون بإنترنت، تليفون إنترنت، إرشمة، توصيل، أونلاين غير موجود، بولقلا، بولقا منطقة، أردو، قمر صناعي، أوزرندا عن طريق تليفون وإنترنت، خدمة غير المقتدر تتخدمني الإنترنت، خدمة غير المقتدر أو تتخدمه. أنا نحن عنا عن طريق التركسات 3A صار عنا بسبب نقص الجغرافي البنية التحتية الدولة، أسباب جغرافية عنا بعض المناطق في تركيا ما فيها لا إنترنت ولا تليفون، رشمنا أمي عن طريق هذا القمر الصناعي تم توصيل النت والتليفون لهذه المناطق. تركسات دورت A yapımında Türk mühendisleri de görev aldı. Turkcell 4A uydusu 14 Şubat 2014 tarihinde Kazakistan Baykur'unu uzay usunusunda uzay fırlatıldı. Yani lan diyor ne hon? İsmi هو القمر الصناعي Turkcell 4A. هو Türk mühendisleri هاي كتير مهم Türk mühendisleri yani نحن مهندسين أتراك ده قريب أرض يعني عنا مهندسين أتراك كمان هم يساعدوا في هذا القمر الصناعي. أنا بأربعتاش شباط 2014 هو انطلق من كازاخستان هنيك من فرنسا 3A من فرنسا كده بالعام 2008 هدول لازم نحفظهم مثلا ممكن يجون أسئلة تيست. Kapsam alanında bulunan Türkiye, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Asya ile Sahra Altı Afrika bölgelerine ne hizmet sağlamaktadır? Ona bölümüne kapsamı yani dahil diyor. Kapsam alanı, alan mesahat dahil olmakta bulunan mevcut Türkiye, كوزي أفريقيا، شمال أفريقيا، أوروبا، أرتدو، الشرق الأوسط، آسيا والصحراء الأفريقي، الطرف الألط عن القسم جنوبي تقريبا، والجلارنا هزمات سالة مقتدر يعني أول شيء عنا هزمات سالة مقتدر يعني بتقدم خدمات. نحن عنا أنصات الجملة هذا دورت توكسات دورت آ قمر صناعي بقدم خدمات تركيا، أفريقيا الشمالية يعني تونس، ليبيا، مصر، الجزائر، كلياتهم اسمهم كوزي أفريقيا، أوروبا والشرق الأوسط أورتادو يعني الشرق الأوسط، أورتا وسط دو شرق، آسيا قارة آسيا، وكمان عندنا الصحراء الأفريقي القسم الجنوبي منها. Haberleşme ve TV yayınları için kullanır. Haberleşme, اتصالات والعرض التلفزيوني يستخدم. Turkcell 4B 16 Ekim 2015 tarihinde Kazakistan konuru uzay hususundan fırlatıldı. Yani anne hadi kamer sınavı 4B tam itlaqı 16 تشرين الثاني عام 2015 من كازاخستان من محطة الفضاء الكازاخستاني كونور أو شو اسمه تم قذف من هنا. تركيا، أفريقيا، أوروبا، أورتا دوو، بغني، باتو، آسيا، تركسات، برلاشما، أودسو، كابسما ألمان دادر يعني عنا تركيا وأفريقيا وأوروبا يعني قارتين تركيا أفريقيا وأوروبا أورتا دوو والشرق الأوسط والجنوب بطل يعني الجنوب الغربي لآسيا كمان عنا. التركسات بتضمن هبلاشما اتصالات ويدسو كبسم ألاندي يعني مغطية بو أودو وزرندا هبلاشما في تي في يين لرنا إك أولارك يكسك هزل إنترنت إريشما هزمة صالر يعني هذا القمر الصناعي عنده خدمات تقدمة بودسو وزرندان يعني عن طريق هذا القمر الصناعي هبلاشما اتصالات
TV yayınlarını, العرض التلفزيوني. İlk olarak yani ziyade ala zalik, ilk ziyade. Ziyade ala zalik yüksek hızlı, hızlı, yüksek, ali, hızlı, sıra, sıra ali yani internet erişimi, hizmet internet, hizmeti sağlar, müstakadım hizmet internet. Yani anne hala sağlar, anne bu هذا القمر الصناعي دورت صار عندنا خدمة إنترنت زيادة والمساحة تاعت الكبسم تبع القمر الصناعي صارت أكبر. هلا من شوي حكينا عنها باشما أو دولار، هلا رح نحكي عن أكتيف جوزلان ودولار مس. يعني رح يكون نحكي عن هلا عن الأقمار الصناعية تاعت المراقبة، تستخدم في المراقبة، راسات Uzakta algılama uydusu olan RASAT 17 Ağustos 2011'da Rusya'dan fırlatıldı. Abi bunu ne ha? Yani RASAT uzaktan algılama yani manaha huve bihsen istikşif mübeyib. Uydusu olan RASAT yani kamer sinayel mümkün istikşif mübeyib. 17 Ağustos 2011 Rusya'dan min Rusya fırlatıldı yani uzak. Yüksek çözünürlükte görüntüleme sistemi sahiptir. Yani sahip yüksek çözünürlük yani sahip tabayun ali, dikkat ali, görüntü asvar sistemi sahiptir. Yani sistem manada sistem nefsu au manzume sahiptir. Sahip yani hiye sahip manzume tasvir ali. Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu yani bu mühendis RASAT web Türkiye أول tasarlanıp yani tam tasnimi üretilen tam tasnimi ilk yer gözlem ilk yer yani vatanı gözlem gözlem yani murakabe uydusu kamer sanayi أول yani RASAT هو أول kamer sanayi tam tasnimi tasnimi Türkiye RASAT tarafından elde edilen görüntüler doğal atrafların etkisini belirlenmesinde çevresel değişimleri takip edilmesinde harita haritacılık ve şehircilik planlamalarında kullanılmaktadır. Anne bunun tarafından mı taraf RASAT? RASAT Türkiye'de RASAT tarafından elde edilen yani bilin nahin عن طريق الصور elde edilen yani الصور المعطاء المأخوذة görüntüler صور tarafından من doğal طبيعة afetleri afet hunni kawaris kawaris الطبيعة yani etkisi تأثيره belirlenmesinde ظواهر اللي بتطلع قبل الكوارث الطبيعية çevresel البيئة değişimleri yani تغيرات البيئة takip edilmesinde مثل من تابع haritacılık yani الخرائط وشهيرجلك المدن planlamalarında kullanmaktadır yani planlama yani تخطيط kullanmaktadır تستخدم yani تستخدم الصور المأخوذة من رسات في الكشف عن ظواهر كوارث الطبيعي يعني راح يصير زلزال كشف عنه عن طريق هاي الرسات والصور اللي بتجي من القمر الصناعي تجي رسات ديشندري يعني التغيرات البيئية تخطيط المدن والخرائط مستخدم هاريتا جلد شهير جلد يعني تخطيط المدن والخرائط مستخدم Öztürk 2, Türkiye'nin özgü olarak geliştirdiği ilk yüksek çözünürlükte keşf ve gözlem uydusu. Yani Türkiye özgü yani عائد إلى yani بس لتركيا ما في إنه ما حد بيستخدمه olarak geliştirmiştir yani tam tatviru ilk yüksek çözünürlük yani aktar avval kamer sınai lehu tabayun ali suvar
كشف، كشف ما يجوز له منذ السمو للكشف للمراقبة. يعني عندنا أول قمر صناعي، يعني صنع تركي عائد لتركيا، له تباين عالي في الصور، يعني دقة عالية في الصور. هو جوز ترك إكي أونس كي زارا لوك كيبوين أوني إكي تاري هندا تشين دا وزي المشتر. يعني عنا بتمنتاش كانون الأول عام 2012 تاري هندا تشين دا من الصين تم إطلاقه قصفه فرلة المشتر. يعني تم قصفه جوز ترك إكي إلى ترك sahillerle kuvvetlerine istihbarat ve coğrafya veri sağlanmaktadır. Yani anne göz Türk 2 kuvvet sahil Türkiye, yani kuvvet bahri Türkiye, istihbarat coğrafya veriyle sağlamaktadır. Hiu sağlamaktadır tu emin, yani bitemin hazır Kuk Türk 2 bitemin معلومات جغرافية واستخباراتي للقوات البحرية التركية. تركيا نصوم ما ترم أورمانجلك çevre ve şehircilik alanlarında önemli ihtiyaçlarını da karşılanmaktadır. هلا بيقولون نحن بتركيا صوم دفاع ترم الزراعة أورمانجلك يعني الغابات çevre البيئة şehircilik المدن alanda önemli ihtiyaçlarını karşılamıştır. Yani كمان أمن هاي الاحتياجات، يعني البيئة والحماية والزراعة والمدن كل هاي أمنة. Türk bir dünyadaki benzerlerine göre oldukça yüksek çözünürlükte görüntüler aktaran gözetleme ucusu Kuktürk. Yani anne dünyadaki yani bilalem benzerlerine yani müşabihle elu göre yani binisbe oldukça bir şekil kebir o zayet yüksek ali çözünürlük yani manata تباين أو وضوح جرنتولار صور أكتران باعث أو مرسل وزلت لما يدوسو يعني مراقبة. يعني عنا كوك ترك بير واحد هي بالنسبة للعالم بالنسبة للي بيشابهوه في العالم هو صاحب تباين عالي صور ذات تباين عالي بالنسبة للمطلوب في العالم. يعني مثلا بروسيا ولا بالصين ولا الموجودين هو صاحب تباين عالي بالنسبة له. هو صاحب بس بيشتغل على مراقبة وزيت لما ودسه وكتور كبير بيش أرالوك 2016 تاريهنده فرانسيس دوينسن دان وزيه فرلتلمشتر. يعني عنا بخمسة كانون الأول 2016 من قاعدة الفضاء فرانسيس جونسنا تم قصفه. أودموس çevrenin ve yapılaşmanın izlenmesi kadastro faaliyetleri belirleyecek uygulamaları tarımsal yıllık oran tespiti sinir kontrolü gibi alanlarda uzakta algılama görevi yapmaktadır. Yani bunun ha avşı gördüğümüz bunun ha kamer sanayi çevrenin ana halbiye yapılaşma hil bina izlenmesi müşahede kadastro faaliyetleri yani nşatat المساحة بلديجك البلدي يقولمالري تطبيقات أو نشاطات ترمسار يعني المزارع يلق سنوي ورن منتجات تثبيت يعني حساب سنر كنترولو كنترول معناها مراقبة سنر حدود كبين مثل الانظار uzaktan
algılama ve review yapmaktadır. Yani algılama معناتها استشعار, görev وظيفي yapmaktadır, yعمل. Yani هيعمل هذا كوكتور واحد على على البيئة والأبنية, على استنشاقات البيئة والأبنية وفعاليات المساحة والنشاطات البلدية وحساب المنتجات السنوية للمزارع ومراقبة الحدود. هاي هي وظيفة الكوكتور كبير. عمره تمام مش ودولار رمز أنا خلاص انتهت صلاحيته. أنا تركسات بير بي, تركسات بير جي, تركسات كي آ, هدول هني عنا الخبر لشمة ودولار, هدول انتهت مدته. تركيا نقلكو إزلمة ودوس أولام بيلسات ده هني كمان عنا البيلسات كمان انتهت خدمته, هو أول قمر اصطناعي في تركيا. هلا عنا أوزاي كله يعني تلوث الفضاء. أوزاي araştırmalarının başladığı tarihten günümüze kadar uzay pek çok araç gönderilmiştir. Yani bilmem ne. Zaten uzay araştırmaları abhas fada başladığı bedai tarihten hada tarih günümüze min hadaka tarih. Laha yevne haza uzaya lel fada pek çok yani kesir araç merkebat أرسلت. معناتها نحن عنا حسب من وقت ما بدأت أبحاث الفضاء ليومنا هذا كتير من المراكب أرسلت للفضاء. يباي أودو وزاي استاسيونو وزاي تلسكوب جبي أراجلار وزاي جوندرل دون يرقسنا يلاشترل مشتر حبقولونا. يباي أودو زات أودو يعني أقمار صناعي, وزاي استاسيونو محطة فضاء, وزاي تلسكوبو تلسكوب فضائي جبي مثل أراجلار مركبات, وزاي الفضاء جندرليب دنيا يورجسنا يرلاشتلمشتر يعني يورجن يورنجسنا يعني مسار يرلاشتلمشتر يعني وضعت. معناها احنا بقول مثل عنا كثير من المركبات التي وضعت في مسار الأرض مثل أقمار صناعي, المحطات الفضاء وعنا تلسكوب فضاء. هذول كلهم بعثوا للفضاء ونحطوا على مسار الأرض. دنيا جيرسند دولشان إلك ياباي أويدو سبوتنيك بير 1957 yılında uzaya gönderilmiştir. Yani bunun nehi? Avval dünya çevresinde haul dolaşan da yadur ilk yabay uydu avval tara kamer sınai ve Sputnik 1 هو عام 1957 أرسل يعني خارج الأرض. بو أودو بير ترمومتر, بويدو بير ترمومتر, بير بطارية, بير ve bir radyodan oluşan metal bir top şeklindeydi. Yani هلا هذا القمر الصناعي مؤلف من مقياس حرارة, ترمومتر, بير بطارية يعني هي نفس البطارية, بير راديودان راديو ولشان مكون متال معدني, بير كرة يعني واحد كرة شكل دايدي يعني على شكل هذا القمر الصناعي كان مؤلف من بطارية ومقياس حرارة وراديو مكون من كرة على شكل معدن. تكنولوجين إلى لمسة إلى دنيا تيرسندا دلوشان يباي أودو سايسز هزلي أرتر مشتر بيقولونا إلى لمسة يعني مع التقدم. دنيا الأرض جرسندا حاو يعني حاولة دولشان يدور يباي أودو يعني في القمر الصناعي سايسز عددهم هزلي بسرعة أرتر مشتر يعني
زادت، معناها نحن وزادت مع تقدم التكنولوجيا عدد الأقمار الصناعي زادت حول مدار الأرض. وما في عنا شيء مهم. نيتشر سند دي شيك يورينجلاردا دونان و artık herhangi bir işlevi olmayan insan yapımı cisimlerden tüm uzay kirliliği olarak adlandırır. Yani bilinmeyen çevrenin dünya çevresinde yani haul art değişik yörüngelerde yörüngelerde muhtelif mesara dönen daily bir durum ve artık بعد الان herhangi yani ebeden bir işlevi amel olmayan ليس له عمل إنسان يقوم يعني إنسان عمله صنع من قبل إنسان جسم لا نفسه ثم أذاكر لي أضرك أضمن ضرر هاي إحنا عم نقول ها هاد كلها تم نسميها تلوث فضاء. يعني هلا إحنا عنا كل شيء عمل من قبل إنسان وهو عم يدور حول مسار حول الأرض وما ما له عمل ما عم يستخدمه هلا كلياتهم هذول بنسميهم اوزايكر كيرلي يعني تلوث اوساخ الفضاء. هلا بدنا شندلك اوزايكر من insanların günlük yaşamlarına doğrudan beri bir etkisi yoktur. Yani بيقولنا هون هلا شندلك اوزايكر يعني تلوث الفضاء insanların الإنسان جملك يومي يشمله حياته نورداً يعني عن حقيقة أو طبيعي يعني مباشر بير إتكسي يعني تأثير يكتب ما في تأثير أنا في تعبير إنه هو أنا إلى الآن ما في تأثير ما في تأثير لتلوث الفضاء على الحياة اليومية للإنسان بنادانا جنالكلا göz ardı edilen ya da unutulan bir sorun olmuştur. Yani lihaz-ı sebep bu nedenle bu sebep genellikle adeten göz ardı yani nisita edilen yani nisua yani muhabba'an l'ayn yani muhabba'an l'ayn ya da unutulan minsi bir sorun müşkili oluşmuştur. Yani sarana müşkili نحن نسيانين وما عم نشوفها. يرميان جسملاري روكيت بارتلاري أولو أويدولار يكت تانكيلاري و أوزاي أراج أرتكلاري günümüzdə dünya çevresində dolanan bir çeşit hurda yağı oluşmuştur. أبلو نهو كل شيء ما له فائدة إشي يرميان ما له فائدة أجسام كل شيء أجسام ما له فائدة روكيت بارتلاري أجزاء الصواريخ نحن أجزاء الصواريخ مثل ما قلنا نحن بتضل بالسماء ما بترجع لأنواع عندها أصلا وقود ترجع عشت للأرض ولقوا دولار الأقمار الصناعي الميتة يقض تنكلاري يعني تنكات الوقود وزي أراج أرتكلاري يعني مركب زوائد المركبات الفضائية أرتكلاري يعني زوائد بنمزدة في يومنا هذا دنيا الأرض جير سنتين حول دولانان يدور بير ششت مختلفة هوردة هوردة يعني خردوات يعني ولشتر مشتر يعني بنت يعني هذه هاي الأجسام اللي ما لها فائدة أجزاء الصواريخ والأقمار الصناعي الميتة والتنكات الوقود وزوائد المركبات الفضائية في يومنا هذا بنت غيمة خردوات حول الأرض. فبدنا نشوف الأضرار اللي ممكن تقدمها هاي الخرضوات بو أرتش بير بون أوزاي شالشمالارنا أزون بير سورة أرا بير المسنة ندان أولاجاكتر يعني نحن بسبب هاي الزيادة بو أرتش على هاي الزيادة اللي عم تزيد فيها الخرضوات في يوم من الأيام بير بون أوزاي شالشمالارنا أعمال فضاء أزون بير سورة فترة طويلة أرا مثل استراحة بير المسنة تعطى ندان سبب وجكتر يعني نحن بعد على هذا الزيادة في عدد الخرضوات اللي هي موجودة بالفضاء بعد فترة ممكن يتوقف أعمال الفضاء لفترة طويلة.
هلا رح نبلش بتلخيص الدرس. عنا أهم شيء تركيا وش وزايدة وش هبارلاش ما ودسو وش ويزلمة ذيكش ويدسو توبلان عطت أنا أكتب ويدسو قوم ما أقدر وش تانا هبار هبارلاش ما ويدسو بيتا إلى بير ويزلمة ويدسو أمورهم تمامش durumda da yani anne sıktı aktif 4 basit. Hala an avul şey Türk haberleşme anne Türksat. Hem şey annem o haberleşme avudusu. Anne Türksat 4 عنا هو تركيا مهندسleri لرن ده görev aldı. هلا كتير هاي مهمة. عنا haberleşme uydusu. عنا هلا Turksat 4B. عنا haberleşme uydusu. Televizyon ilk olarak yüksek hızlı internet erişimi hizmet sağlamaktadır. Yani evvel anne el-4B bi qaddim xidmat l-internet. Gözlem uydusu anne Rasat. Anne evvel şey çevresi evvel şey doğal afetleri etkisinin belirlenmesi çevresel çevirsel değişim takip edilmesi haritacık hadi bakın her yolculuk çok da mühim ve murakabe Türk Kuk Türk 2 anne özgün Türk olarak geliştirmiştir yani geliştirdi yani anne o hususan da Türkiye tam tatvuru hove قمر صناعي مسؤول عن الخدمات الاستخباراتية والعسكرية ترك ساهلي قوات لرنا يعني القوات البحرية التركية كوك ترك واحد يابلاشما نن إزلامسي باتسترو فعاليات لري بلدية جيليك وقلما لري تهرم سال هدول دول مهمات لازم نحفظهم اللي خارج الخدمة عنا تركسات واحد بي واحد جي اثنين آه هذول هبار لاشمة وعنا بلسات هو أول إلك جوزلام ولان بلسات ودسو هذا أول واحد أول قمر صناعي استخدم للمراقبة هلا عنا دنيا Çevresel dolaşan ilk yapay uydusu Sputnik. Hadi hemşey anne. Hayli fıkara. Ha. Uzay kirliği ne demek ki lazım? Doğru kemen nahfaza. Bunu da uthadudu. Kemen hona bilinne. Tüm işe yaramayan cisimler, raket parçaları, ulu uydular, yakıt tankaları. Dokulum lazım nahfaza. أشهدون نحن كلهم مسميون وذاكر لي وعنا وإيش ممكن تسبب لنا بعد فترة ممكن مستحيل نستخدم أبحاث الفضاء بسبب هاي التلوث هذا التلوث هلا عنا تشوبتشو وزاي أراج جلشتريلدي يعني عنا تشوبتشو يعني زبال وزاي أراج جلشتريلدي يعني عنا مثل جلشتردي يعني تم تصميم أو تطوير تم تطوير عربي زبالة الفضاء للم نفايات الفضاء عنا هاي البروجي بو بروجي كابسامندا يكت تنكلاري ويوتو بارتشالاري و غوريبلانيني تمام لايان ويودولار جيبي بيوك أكتلار Çubu uzay araçları tarafından toplanacaktır. Yani hani rahitim hayli proje
يتم عن طريق راح يتم تجميع تنكات الوقود الفارغة والقطع الأقمار الصناعي، وكمان العربات بريبلري يعني مهمة، تمام ليان مخلصة مهمتها أو متمة مهمتها. جيبيب بيوك أتكلار يعني بيوك أتكلار، أتك يعني نفايات، بيوك كبيرة نفايات الكبيرة المرمية راح يتم عن طريق هاي العراج رفندان طوبلان نيجاكتر يعني راح تجمع. هلا لهون بكون خلصنا هذا القسم. بما انه خلصنا هذا القسم هلا راح اترككم انا تحت الفيديو اختبار ممكن تحلوه تبعتوا لي، وفي ملخص مترجم كان ممكن تطلعوا عليه بعد ما تدرسوا الدرس عشان يساعدكم تفهموا الدرس اكثر. واذا في عندكم اي سؤال ممكن تبعتوا لي، ما في مشكله. نلتقي ان شاء الله بالدرس القادم.